هاي شيف فادي، كيفك اليوم؟ منيح تمام. هيك انطلاقة أسبوع حماسية وأطباق صيفية ملونة وشهية أكيد. لازم نحس مع المشاهدين خصوصا هلا بهالشوب. صح. بدنا نعمل هيك أكلات تحمس وتبورد، ما فينا واليوم الأكل في أكلة هيك كتير فريش وكتير بتبورد. وي رح نعمل نودلز مع هالخضرة. شو الخضرة اللي بالبقلة أكيد مع الشريمب الجامبو يعني. أوكي. الحبة الكبيرة. أنا أفضل على طول نجيب القريدس تكون جامبو، مش الحبة الصغيرة الدغري بتدوب. ما لها طعم مثل ما بيقولوا. وشكلها بيكون غير أصلاً. شكلها غير، خرشوي بيكون فيها بروتينات أكثر، حجمها منيح. هيدي هي بقى مفضل نروح على القريدس للجامبو. هاي يلا اكله عم نعملها. أوكي. اذا شريمب بالكاري او مع نودلز او هاي يلا محل بدنا نستخدم. قلت لي انه في صوص سبيشل معها، شو رح تكون مكونه؟ الصوص هي رح تكون فيها العسل، فيها الترياكي، فيها الصويا، فيها زيت السمسم، وكمان بس اشوي هالقريدس الروس تبعولهم رح احطهم بالصوص خليهم يغلوا مع بعضهم. مرقة القريدس. صح. ناخذ هالمرقة من الروس هيك بيطلع لنا نكهة إضافية. اوكي. لك رح تعمل سلاد، انا قصدي على السلاد قد ايه فريش وقد ايه بتبولد. صح. سلاد رح نعمل سلاد البطيخ مع الخيار مع الحلوم، هو ثلاثة ايتم بس كمان من هال على طول البطيخة بيطلع منها هيك الأشياء الزايدة رح أطحنهم أنا، بحط لهم عصير الحامض مع قرن فليفلة، رح نخلق هيك صوص كمان تلبق مع الحلوم والخيار. لكن أطباقنا اليوم بالفعل شهية وهيك فريش. سريع. أتركك أنت والمشاهدين لأنه أكيد حضروا حال وحضروا ورقة وقلم ونحن بنرجع نطلع عليك أكيد خلال حلقتنا. مرسي أنيتا. صباح الخير. تحية اليوم كل المشاهدين عم يحضرونا. اليوم رح نعمل مثل ما قلنا أكلة نودلز مع القريدس. القريدس مثل ما قلنا الحبة الفريش الجامبو. أنا شيلها القشرة تبعولها مثل العادة أكيد، منشيلها القشرة منشيلها خيط الرمل. قشرة يعني هون، يعني هون نحن صرنا منطقة لحم لأنه بدنا نشوي. هلأ رح حط هون حمي هالمقلاية. بدنا نعمل ثلاث قصص أكيد. بدنا نشوي القريدس، نرجع بدي شيل الروس منهم، بدي أعمل الصوص من هالمكونات اللي قدامي من الصويا والترياكي. الترياكي بس تخبر عنا شوي، شو هي الترياكي اللي إذا بتلاحظوا فيها الحب صغير بقلبه هو الجنجر وتوم. يعني الترياكي هي كناية يعني جنجر وتوم. بنرجع من كرمل السكر، يعني بنحط سكر فوق الجنجر والتوم. بنرجع بنطفي بالصويا وكمان بنحط شوية ماء أكيد، بنعمل لهم ريدكشن مع بعضهم بصير عندنا ترياكي صوص. فينا نحط السكر أو سكر الأسمر أو العسل. أنا اليوم جايب الباز عاملينه وبلاس رح كمان نحط الجنجر والثوم الفريش كمان تنقوي النكهه وناخذ نكهه طبيعيه. بس تنقول ترياكي شو بتتكون، يعني نحن فينا احنا الجنجر والثوم عنا فروم الناعمين، بنطفي بالصويا بالسكر بيطلع لنا ترياكي صوص فيري ايزي وهين. هلا في ناس بحطوا معها بويون، بويون يعني المرقه، مرقه السمك بتقويها اكثر، او مرقه اللحمه او مرقه الدجاج مع هالترياكي صوص. اذا عم ناكل ترياكي شريمب او سمك كل شيء انواع اسماك بنحط مرقه السمك، اذا عم ناكل ترياكي تشيكن بنحط مرقه التشيكن، اذا عم ناخذ اللحمه بنحط مرقه اللحمه. مشان هيك الباز قلنا عنا كيف وشو بنحط مرقه ساعتها، شو متجهين شو المين تبعولنا اللي عاملينه ساعتها مستخدم المرقات. انا من روس القريدس فاذا رح ناخذ مرقه القريدس لانه عم نشتغل بالقريدس كرمال نقوي النكهه ونقوي الصوص. هلا نبلش حمل مقلاية زيت زيتون، وهن عم ينشوه القريدس رح احط لهم ملح وبهار اسود فقط لغير، لانه الصوص كتير قوية ما بدنا نحط شي بهارات مثل ما بتعرفوا، بدنا نستمتع بطعمة القريدس. هيدي اول خطوة رح نعملها. فعندي النودلز، نودلز مثل ما شايفين ايج نودلز يعني المعمول من البيض والطحين، بس قول ايج نودلز. طبعا هي رفيعة كتير، في منها الحجم بيجي الاكبر الاسمك. فاذا انا اليوم رح استخدم هيدي، ما بدها شيء سريع يعني باخر مرحلة بنسقطها بالماء، ما بدها شيء دقيقتين بنشيلها بنزيد على المكونات الخضرة قدامنا بتكون ردي. يعني انا هلا رح احطها على جنب رح اشتغل فيها باخر مرحلة. هلا بانتظار انه يحمى زيت في عندي الخضره يلي بدنا نستخدمها مع القليه اللي بدنا نعملها على طول. الخضره بنستعملهم مع نودلز بالشريمب. هجيب سكين وبلش مثل ما قلنا
بيقوي النكهة. عندنا جينجر الفريش، عطول هيلا ايتم خضار بس الناعمة مزبوط، بصير تفرز لنا روايح اكتر وطعمات اكتر. هيدا اول ايتم اللي هو الجينجر. توم رح ياخد حبتين من التوم كمان. كمان بنعمه نفس الطريقة. عظيم. فعندي هون مقلية كمان صغيرة لحدي. إذا هون رح أعمل خضرة، هون رح أشوي القريدس. هيدي الماي آخر ما رح أستعمله. رح أجيب أنا كاسرول صغيرة. هون رح أحط الصوص، رح أحط روس القريدس بس نشوي هون. رح شيلهم سقطهم هون، إجا خليني يغلوا هني والصوص رح نعمله. يلا هلا خلينا نشيل الشرمب. بلش صفهم بالطريقة مثل ما قلنا، زيت زيتون، ملح، بهار اسود مش اكتر. على طول هيك بنصفهم حد بعضهم تياخذوا الشكل اللي بدنا اياه. يعني على طول حد بعضهم مش فوق بعض لانه تيستووا وياخذوا لون. كفي هالقد، هذا الباقيين بشويين بعدين. هون رح سقط توم وجينجر مع بعض. بلش هلا بالتقطيع. اول شيء الجزر، طبعا جزر لانه اكثر شيء قاسي. انا مقصصهم سلايسات يعني بشكل ريكتونج رفيع شوي، يعني بس سمك مش كثير سمك. رح قصهم قلمات. هلا فينا اذا عندنا سلايسر بالبيت بننزلهم على سلايسر او بنقطعهم بالسكين على ايدنا، ما في مشكله. تاخذ الشكل اللي بدي اياه انا، بتعرفوا صرتوا عارفين مثل القلمات بدنا اياه هون على طول. بس كنا عم نعمل نودلز بدنا اياهم هيك قلمات، يعني مثل الكبريتة هيك بنقطعهم ودغري دغري بيستووا معنا بيطلع شكلهم حلو بهالطريقة. فإذا بنرفع حبة الجزر بالسكين بنجمعهم حبة أخرى. عنا الفريش مشروم أكيد كمان بيلبق معهم. وعندنا الكوسة بفليفلة الملونة. هلا رح بلش ملح وبهر. هيدا بهار اسود. عندي الملح حدي انا هون. هلا بس نقلبهم ونرجع كمان نملحهم. بهي الكاسرول الصغير رح بلش احط المكونات اللي بدي اعمل صوص منه. انها مثل ما قلنا الترياكي اللي فيها الثوم والجنجر والصويا والسكر الاسمر. رح بلش احط هيدا اول ايتم. صويا الدارك او اللايت كمان دغري فوقهم.
يعني قديه حطينا صويا قديه حطينا ترياكي نفس الكمية. فعنا العسل أنا زيت السمسم وهنا سكر الحب الأبيض في يكون أسمر أو أبيض ما في مشكلة. هون بانتظار ثوم وجنجر يتقلوا شوي بلش حط الخضرة فوقهم. هون الأرايدي صار فينا نقلب مثل ما شايفين دغري بيستوي الأرايدي ما بده وقت. فينا نشويهم بالفرن فينا نشويهم بالبقع على الباربيكيو. أنا هيدا السايز خير الشوي هلا أنا رح شيل الروس منهم حطهم فوق الصوص لحد هون تينغلوا مع بعضهم وناخد هالمرقة من هالروس لقريدس. مثل ما قلنا إذا بدنا ترياكي تشيكن بنحط مرقة الدجاج وإذا عم نعمل الأسماك بنحط مرقة الأسماك وإذا لحمة بنحط مرقة اللحم. يعني الجنجر اليوم وثوم وقريدس وترياكي وعسل روايح حلوة. هون اكيد بدنا نحرك كرمال يدوب السكر لان نحن حطينا سكر. هلا رح بلش احط المكونات. هون عندنا الفليفله الحمراء والخضراء ملونه رح زيدهم دغري فوق الثوم والجنجر. أنا لا حطيت الفليفلة أول شيء، الفليفلة لأن أكثر وحدة بتفرز لنا مي، بتكب ميتها، بدي أنا كرمال لأنه ما حطينا مي أو حطينا شيء مرق، بدي أنا أول شيء الفليفلة تفرز لها ميتها تأرجع أزيد المكونات الباقيين، بتعرفوا الجزر بياخذ وقت أكثر، بس أنا لأنه أسسهم بطريقة رفيعة ما في مشكلة، بنبلش بالفليفلة هلا أول شيء. رح كفي تقطيع أنا هلا ببلش بالكوسة. كمان نفس الطريقة القصص فيهم الجزر. أسس البوصة بدي اياه هون ارفع بهالطريقة. عطول الخضرة بكون كمياتهم قد بعضهم كرمال يطلعوا إكويل. نحن هون حطينا الفليفلة أول شيء لأنه تاخد وقت أكثر من غيرها تتستوي وتفرز لها ماء لأنه فيها ماء كتير. أنا بدي تفرز لها الماء كرمال الطعم كرمال ما يحترقوا هالأيتم الباقيين. هون الجزر رح زيدهم كمان فوق الفليفلة والثوم والجنجر. هيدي الكوسة كمان ألوان حلوة. بدال في المشروم كمان هلا منقطعهم وزيدهم فوق. يعني امبارح كنا عاملين اللازانيا مع خضرة ما حطينا الفليفلة لأنه مع اللازانيا الفليفلة مشان هيك كثير بتبق مي بتنزعلنا النكهة وكثير نكهتها قوية الفليفلة مشان هيك ما حطينا فليفلة وما حطينا جزر حطينا السويت بوتيتو تأخذنا السويت من السويت بوتيتو مش من الجزر تنغير شوي.
هو القريدس بالنسبة لي أنا استوى خلاص. هلأ بدي أفصل الروس بهالطريقة، نضغط حبة الشريمب، هيدا الراس رح سقطهم أنا هون، ما بده شي دغري، هو بس يستوي دغري شيل هالراس نحطهم هون. هيدي حبة القريدس منشيل الراس منها منحطهم هون فوق الـ فوق الايتم اللي عم نشتغل فيهم. إذن بالملقط بنلقط الجسم هون، الروس بدي هون الروس ما بينكبوا، تعملوا مرقة منهم. فيكم تحطوا مطيبات إذا اليوم ما بكون تعملوا صوص هلا بنعملها نحن مع النودلز، فيكم تحطوا المطيبات مع الماء خليه يغلو يغلو مزبوط، ترجعوا بكونوا انتو شويتوا القريدس الروس، بترجعوا بتشيلوا الروس بتحطوهم فوق المطيبات. المطيبات عم نحكي الورق غار، القرفة، حبة اللومة، البهار الأسود، بترجعوا بتسقطوا هالروس بتلاقون مرق القريدس تستعملون. حيلا بتكون عم تعملوا بايلا، حيلا صوص عم تعملوها، عم تعملوا شريمب مع كاري بتستخدموها كمان. هول النكهات هون بتاخدوا النكهات، وهول الستاب اللي عم نعملها نحن هلا. هلا انا بضيف لهم شوية مي فوق تا يغلوا مزبوط، ضروري نطمرهم لأنه مش لازم يضلوا مبينين. يا هولي بعد منشلهم دنب اكيد، هلا بس بدي ازيدهم فوق النودلز باخر مرحلة، هلا بتركهم هون حدي ما في مشكلة. هلا رح زيد مي على الصوص، خلني يغلوا مع بعضهم على رواق. نضف قدامنا شوي هلا بدي اقلب انا الخضره اكيد. هون بدي اياهم يغلوا مزبوط، كل ما نتركهم يغلوا كل ما ناخذ طعمات اضافيه زياده. بس يخلصوا غلي، بس يخلصوا غلي مزبوط مزبوط، نقتنع انه نحكي غلي يعني من نص ساعه وطلوع. اوكي منشيلهم منصفيهم الروس على التلف، نكون نحن صفينا كل هالايتم، ساعتها بنردهم على النار وساعتها هون بنعملهم ريدكشن تنعقدهم، يعني تتبخر المي منهم على الاخر وضل عندنا هالمرقه، لانه هالمرقه وهالصوص اللي عملناها بدنا نزيدها على الخضره وكمان على القريدس كرمال يطلع لنا هالشريمب مع نودلز. ان شاء الله ما نكون كثرنا حكي كثير عليكم، رح نظهر بريك هلا بالفقره الثانيه رح نكفي نحن وياكم هالاكله وكمان في سلاد. رجعنا رح نكفي اكلتنا اليوم. مثل ما قلنا اول فقره عملنا النودلز مع القريدس، شوينا القريدس من روس القريدس هون قدامنا رح فرجيكم. عم نعمل صوص السويت اند ساور يلي رح نزيدها على الخضره اللي عم نقليها، قلينا هون خضره الثوم مع الجنجر مع الفليفله الملونه مع كوسه وجزر، قطعناهم بطريقه تقليمات وصاروا جاهزين، حطينا لهم المشروم الفريش اخر شيء. هلا بنرجع بنزيد من هالمرق، انا بدي اياها تغلي مزبوط، قد ما في معي وقت رح اتركها تغلي تنستفيد من هالكروفات الروس تبعولن كرمال يفرزوا لنا طعمات وطعمات اكثر واكثر. هون هلا كل شيء صار تقريبا جاهز، الصوص هون، الخضره، النودلز مثل ما قلنا لانه رفيعه ما بتحمل انه حرام نسلقها قبل بوقت نرجع نبردها، دغري على مينوت نسلقها باخر فقره بنتبلها مع الصوص وبنعملها برزنتيشن. هلا هون رح نعمل سلاد، السلاد هي رح تكون من البطيخ والحلوم يلي يعني معودين عليها، ورح انا كمان الخيار زد لها، بس رح نعمل من على طول البطيخه. نحن اخذت القلب منها انا هون رح هول للبرزنتيشن، في عندي الباقيين يلي هن الطوارف تبع هالبطيخه رح اعمل منهم هيدي الصوص، رح زد لهم عصير الحامض ورح زد لهم قرن الحر الاخضر، كثير طيب هالكومبينيشن مع بعضهم. ورح ارجع مره ثانيه كمان استخدم البقدونس، الخيار، الفليفله الحلوه، رح يكون عندنا لونين، لون الاحمر
واللون الاخضر هن رح يكونوا السبور او الصوص اللي تبعول هالسلط. اول شيء رح اعمله رح حمل مقلايه تنشوي الحلوم. هلا فينا حلوم ما نشويهم نكلهم فريش، لان معروف هو الحلوم اصلا بكون مطبوخ. صحيح نحن بنكلها بارده بس هي اكيد مطبوخه، لانه الحلوم مثل ما قلنا بتنسلق مزبوط، بتفوش هالجبنه بترجع بيعملوها بشكل مبين قدامكم، بيرجعوا بيسلقوها بيرجعوا ببردوها. ومشان هيك بس العالم بتحب انه تشويها لان تحمل شوي. رح اقطعها انا بشكل كمان كيوبات تنعطي الشكل كله مثل البطيخه. رح نشويهم شوي نرجع اكيد نقدمهم باردين على طول. السلاد كل شيء ايتم نقدمهم باردين، بنشويها بنرجع نحطهم على جنطة يبردوا، بنرجع بنزيدهم البطيخ والخيار. هلا بس تحمى شوي المقلية قدامي، بهالوقت انا كمان رح اعصر الحامض. نجيب لوحة تانية قطعنا جبنة مغير الكفوف تنكفي شغل. هلا الخضرة الهيدس كمان مثل ما باينين قدامكم كمان شويناه هون، حطينا ملح وبهار لأنه هن الجامبو عطينا هذا اللون الحلو. بكون هيك فيهم لحوم أكثر من الهيدس الصغير أو المجلد. هلا رح سقط الحلوم بالمقلاية هون، برجع بس نسمع هذا الصوت يعني حمية لما تبق ماي كتير. هلا العصارة حدنا بدي اعصر حبتين حامض. يا كل شيء فريش، البطيخه الحلوم. تناخذ فريش سلاد بدنا مكونات طبيعيه، هذا الحامض جاهز. هلا رح اقرب البطيخ اللي مقطع جوانب او البطيخه. هيدا عصير الحامض. هيدا اللي عم نعملها هلا هي صوص السلاد. هذا الحلوم ما شايفين دغري بس كون حامي المقلاية دغري دغري بيستووا. نحن بدنا نشقرهم ما قلنا هن مطبوخين. نلقط نبرمون بدهم يعني يحترقوا كمان. يا فاذا هون رون الحار رح زيدهم، حامض بطيخ رون الحار.
هين كتير. هلا اذا ما ضربت معنا مزبوط بنزيد لها مي نضرب. نكبس شوي لانه البطيخ هو في مي كتير كمان، ما بدنا ننزع الطعمه. خلينا نجرب. يلا هيدي اول شيء خلصنا منه، بدنا نرجع نستخدم البقدونس مع الفلافل الخضراء. خليني بعد اعمل الصوص الخضراء بنفس الميكسر، هين كتير وسريعة. بقدونس رح انا اطحنهم، ارجع صفيهم، نحطهم ميكس مع السلاد، فليفة خضراء، عصرة حامض. طبعا نحط لهم شوية مي. يلا نحركهم شوي كمان كرمال ياخذوا بعضهم. الصيفية بدها هيك صوصات، بدنا نبعد عن المايونيز كل شيء حامي. هلا بنصفيها انا بدي هيدا اللون الاخضر. هول هن رح يكونوا الباز تبول سلاد الحلوم مع البطيخ مع الخيار. بعد بنقطعهم مكعبات مثل الحلوم والبطيخ، بنحطهم تحت السلاد، ساعتها بناخد اشياء بتبورد اكيد دغري. بس خلص المرحله بعد الميكسر بنحطهم انا بالبراد شوي تسقعوا مزبوط، لانه البطيخ او عصير البطيخ اذا ما كان مسقع ما بكون عم بورد، ما بكون وصل النتيجه اللي بدنا اياها. هلا رح ننتقل عند زملائنا، رح نبلش هلا اسكب السلاد. بنرجع في عندنا النودلز كمان انا سلقتها وجهزتها، والخضره كمان جاهزه والصوص جاهزه، بس هلا علينا نركب القصص. اول شيء رح بلش انا بسلاد البطيخ والحلوم. رح نبلش نوزع اول شيء الصوص اللي عملناها. بونجور، يعطيك العافيه شيف. الحمد لله. انا ما شفتك بعد. أهلا انا وسهلا. عم شم ريحه الصويا اكثر شيء طاغي، صويا وزيت السمسم. وزيت السمسم كمان. هول هلا الصوص البطيخ نحن حطينا بقية البطيخ طحنيهم مع قرن الحار مع عصرة حامض، وفعلنا هون البقدونس كمان والحامض وقرن الحار والفليفلة الخضراء. فرلا بتحب البطيخ كتير عن جد؟ أنا زعبرت تحت الهواء على أي حال ثانية.
البطيخة عن جد يعني هيك فريش ومسقع وبورد واليوم شو كتير. هلا أنا بس مش زي البطيخ مع قرن الحر. هلا بندوق كل شيء جديد مع قرن الحر. حر. أوكي ما كتير حر. هلا هو الخيار رح نوزعهم. أنا بالبيت مع عروسة اللبنة بحب صحن البطيخ. مع الجبنة لبنة عن جد كتير طيب. هون النودلز صاروا ردي ما هيك شايف؟ هون النودلز جاهزين صحيح. هلا بنحط النودلز الصوص الخضرة في عندنا الشريم كمان رح زيد لهم الشريم. طيب بشو بدك ساعدك؟ فينا ننقل شوية خضرة من هون لهون نحط نودلز نحط صوص فوقهم يعني نطبق هالطبخة فكرة معينك على هيدي ايه؟ وي في لزوم حط كفوف أنا هون رح أحط الحلوم رح أحط كفوف أحسن يا هي انت كنت عم تحكي عن ريحة الحلوم أنيتا بالاستوديو كتير طيب الحلوم مع البطيخ هلا رح نحط له كمان عوجة فستق الحلبي ما بالك تشتغل بالله ام بلا خلص أنيتا عم تشتغل عني عشان نشتغل وحدة عن اليوم انا بدي ريح فرلا فرلا بس بتدور هلا البطيخ صح كمان بكل فخر اوكي شيف هلا احط فستق الحلبي على الحلوم مبروش مش الحاجة يلا يلا قبل ما اسالك حطيتهم تقريبا كلهم بشيء هلا شايف هذا الصحن رح يكون حد الصحن الاساسي صح؟ مزبوط اوكي هيك سلاد صغيره بلش فيه هينه هيدي السلاد كثير هينه القصه بال شايف في عصبك هيدي طلعت بالصوص اللي عملناها بس انا قلت لي ما عم بشتغل رح رش الفستق حلبي بدك ترشيه؟ ايه بجيب ملعقه بدك ملعقه بدي احطهم على الحلوم انا يلا اوكي اوكي هلا شايف شو بعمل نكست ستيب هلا بدنا على طول الخضره بدنا نطفيها بالصوص اوكي هيدي الصوص نعم في عندي هون الكفكير يلا شايف بس على الحلوم ايه على الحلوم بس نغطيه يعني بدي اياها تصير مثل حبه البقلاوه رشه رشه على الخفيف اوكي هيك ايوه اوكي يلا بده وقت هون شايف بدي اصعب شيء لا ما تعطى اذا بدي الكميه بحطها اعطيني هول انت هول وزعيهم بيناتهم بيناتهم؟ يعني على يعني كله يعني بيناتهم صح شايف بحط كل الكميه؟ لا لا مش كل مصورة اوكي هيك منيحه هلا النودلز بنشيلهم بنحطهم كمان ايوه عمل لهم بالاخضر هول شو شاف هول البقدونس الفليفله وعسله حامض طحنتهم رجعت صفيتهم اوكي بناخذ النكهه وبناخذ اللون عملناها مرة أنا وياك تذكريا عملنا زيت البقدونس صح أيوة. مظبوط ايه هلا هيدا زيت البقدونس زيت البقدونس الفليفلة هي اوكي اوكي رح كفي فستق حلبي منيح هيك ولا بعد لازم زيت؟ لا خلص هلا عطينا رح اقلب لك اياها شو رأيك بالألوان؟ أنيتا ماشي حالك مزبوط يلا انت بس حضر لي الباز يعني. وانا بنطلق صار فيها تتجوز أنيتا شايف يلا خليني انا كفي يعني ولا لو الطبخ بس بالجازه كنا كلنا تجوز الا انا رح اجيب هلا ملط انا تنقدر قصدي لو الجازه بس بالطبخ يلا هلا شيل هيك نودل شوي كرمال هلا شايف كيف بنخلي النودلز هيك ما يعلقوا على بعضهم ويضلوا كل وحده بوحدها نحن هلا سلقناهم مثل ما عرفنا انه سلقناهم دغري على الوقت على مينوتو يعني هلا اخر شيء يعني اخر أوكي. فقره اوكي شو حسب نوعيه النودل شو هي هلا هي النوعيه كترت انا ما كان لازم احط يمكن كل الكميه ماشي الحال هلا بنخفف منهم ببينوا الخضره من تحت بضل في الشريمب هلا كمان بنحطهم على الوجه اوكي هلا اصلا طريقه السكب هي كل شيء وي هلا هول فينا ناخذهم على شيء نفيز يا اعطيني هيدا شاب اعطيني شكرا برلا في عصبك هيدا ميرسي بين دسار هلا بنجيب صحنين نشيل النودلز اول شيء هيك نخفف منهم
شيف ليش اخترت هيدا السلاد مع هيدا الطبق؟ قربنا على الصيفية. اوكي. هلا هو تقريبا ايجن فود، ايجن كويزين صح؟ نعم ايجن، لانه نحن جينا من وين ما كان عم نركب قصص مع بعضه. اوكي. تلبق مع بعضه. هلا هون حطينا النودلز، خضرة كمان. هلا الشرمب كمان بنحطهم بنقشرهم لانه بعدهم بقشروا سوري بعد الدنب. يعني مش حاطط لهم بهارات او خلطه، بعدهم بلونهم هن بس لقون الشرمبس. حطيت لهم ملح وبهار بس هن عم ينشوا. اوكي. ما كتر. هلا بهالطريقه بنشيلها الدنب لانه بدنا ناكلها دغري. هيدي بنشيلها. منظف حتى الراس، راسه بس دنب. الراس نحن شلناه وطبخناه مع الصوص. صحي كرمال المرأة. 100%. عم تابع عندي طول عمري مش حالي. يا هلا فينا نحط شويه صوص عليهم من هيدي البقيت صوص اللي هي هيدي صوص. نحن حطينا توم وجنجر وحطينا العسل والترياكي والصويا. اوكي اوكي هلا بنحط شوي عليهم كلهم. صار جاهز. هذا صار جاهز. هيك شوية ألوان بس هون. يلا. نطفو مزبوط. تفضلي. هلا صحنة توصلي فيها شوي شاف. تاني رح ندعملك إياه أكيد. إيه معروف. طول النودلز نسحبهم. اوبا انا هو كيف بدي اكلهم شايف؟ هولي؟ صعبت علينا. لا بتقطعيها مش مشكلة. بالشوكة بالسكين بيمشي حاله. يا إذا بالسكب وهم بيعصبونا. لا لا صفا هن بعدهم شوبستكس بيمشي. في نوع نودلز معين شاف او حيلا هذا ايج نودلز. اوكي هلا خلينا بعد نضيف. جيب لي ريدس تحطهم على الجوانب. تفضل امشي الحال. شوف بدك تحط شوي خضره على الوجه. اكيد اكيد. هلا هذا رح نزيد الشرمب فيه. هلا فينا نحط الشرمب مع الخضره هو اللي كمان بس رح ياخذوا اصلا من الصوص يلي انت رح تكون عم تحطه على الوش. لا رح نحط صوص او في اخر شيء. سوري انا هول الشرمب نوعيه الجامبو بيقولوا لهم خير الشوي صح وشكلهم احلى بالطبق ولونهم اورانج اورانج يعني بياخذوا اللون مزبوط. ايه مزبوط مش انه بيجع ابيض. هلا الخضرة على الوجه. مش معقول زيت السمسم قد ايه بيعطي ريحة. صحيح زيت السمسم والصويا والعسل. هلا احط له شوية صوص بعد. زيت السمسم او الساسمي اويل مثل ما معروف 100%. حطينا له نحن حطينا الصويا والعسل ترياكي. ترياكي قلنا بتنعمل من الثوم والجنجر والسكر الاسمر. ما بدخلنا عليه هالبلاترز بشيء. يلا هول البلوك هلا نشيل هول هني الصويا بتعلق شوي. يلا خلينا نغير الجلوفز. يا بعد في شيء بدك تعمله شيف؟ يلا خلص صارت سفرتنا جاهزه لليوم. هلا الباقيين فينا نزيدهم هون نسخنهم يمشي الحال. اضطريني ان كولر فلكي قدام لوني هيك سفرتنا. انا على بالي ادوق السلاد للصراحه لانه بنحب البطيخ. ايه
فكل شيء من بطيخ انا كمان بحب هيك. طيب شيف سريعا اذا بدنا نرجع نذكر المشاهدين اليوم عملنا بالسلاد وقبل سلاد البطيخ اللي هي فيها أوكي. الحلوم من باقي البطيخ طحنناهم مع الحامض وقرن فليفله حطيناهم من تحت رجعنا هيدي الصوص الخضراء كمان هي البقدونس زيت البقدونس مع الفليفله صفيناهم وشوينا الحلوم حطينا عليهم البيستاشيو والفستق الحلبي هون النودل سلقناهم الخضره قليناهم بزيت السمسم مع جنجر والثوم والفليفله الحمراء والخضراء والجزر اكيد والكوسه مع ريد الشوي كمان مع ملح وبهار اخر شيء نجمعهم كلهم مع بعضهم والصوص طبعا هي العسل الترياكي الصويا ثوم وجنجر كمان وروس القريدس كمان طحنناهم مع بعضهم والله عليك المكونات كثير كثير وخلص وقتنا وبعد في مكونات اخر شيء جمعناهم مع بعض مع لمساتكم الاخيره شكرا لك شيف مشاهدينا بدي اتمنى لكم بقيه نهار هادي وموفق اكيد بكره زملائنا بيلاقوكم بحلقه جديده ومنوعه اكيد المورنينج توك كونوا على الموعد على الساعه 8 باي باي باي